نبدأ معكم الآن وقائع الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الخليجي الافتراضي الثاني لدعم منظومة الابتكار والإبداع والتكنولوجيا وريادة الأعمال. والمحور الأول يتناول أفضل التطبيقات العملية لمنظومة ريادة الأعمال، ويدير الجلسة الأستاذ جعفر حمزة، المؤسس والمدير الإبداعي لشركة بوكس أوبيا من مملكة البحرين، فليتفضل. من خلال طرحنا إن شاء الله تباعاً، لكم أكثر لأن ما إحنا وردنا أخذت بسبب هذا الخلل التقني خارج عن إرادة. إن شاء الله المتحدث الأول على حسب الجدول الموجود عندنا إن شاء الله ستكون الدكتورة سهام بنت واتي، صح؟ هي المديرة التنفيذية لشركة نفط عالمية من أختنا سلطنة عمان الشقيقة، فلتتفضل مشكورة. تفضل أختي الكريمة. شكرا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرة أخرى. يشرفني جدا أن أكون معكم اليوم، واليوم في مجال الكلام عن ريادة الأعمال. بخصوص ريادة الأعمال، أنا أريد أشارككم في يعني مثالين، أحس يعني أو نقطتين مهمتين بتجربتي الشخصية وتجربة ناس أعرفهم كيف تعزيز ريادة الأعمال. فمن ناحية عندي النقطة الأولى اللي أشارككم فيها، إن هي إحنا في منطقة الخليج عندنا كثير خبرة من شركات النفط والغاز، فإحنا وزملاء لي كنا نشوف كيف ممكن إحنا يعني نساعد في تعزيز ريادة الأعمال باستخدام الخبرة اللي عندنا من شركات النفط والغاز اللي هي يعني صار لها مدة طويلة شغالة، والناس اللي فيها عموما يعني متدربين بطريقه ممكن يعني اكثر من المجالات الاخرى. فشفنا ان في فرصه ان احنا ننقل تجربه النفط والغاز من ناحيه مثلا اداره الاعمال، من ناحيه يعني منهجه طرق الشغل، من ناحيه يعني التكنولوجيا. فهذه الحاجه الاولى ان احنا كيف ناخذ الخبره اللي اكتسبناها ونفيد بها بلداننا عن طريق نشرها في مجالات اخرى. مثلا ناخذ مجال من النفط والغاز ونشوف كيف ممكن يطبق في صناعات اخرى. والنقطه الثانيه ان احنا كنا نريد نبحث عن فجوات يعني في مجالات اللي فيها شبه احتكار من طرف شركات عالميه داخل البلدان الخارجيه. فكنا نشوف مثلا كيف ممكن ان احنا ندخل في هذه المجالات وننافس الشركات العالميه ونطور هذه القدرات في الخليج. فاذا اعطيتكم مثلا مثال استخدم يعني شركتي الخاصه كمثال، شفنا ان احنا مثلا موضوع ساشارككم فقط في موضوع مثلا الاستشارات، هو كان من المواضيع اللي فيه كثير استخدام لشركات أجنبية. فدخلنا إحنا في مجال الاستشارات كشركة صغيرة بدينا في مسقط في عمان، وكنا ننظر إلى يعني حاجات نشتغل يعني عموما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نتعامل مع خبراء في جميع أنحاء العالم. ودخلنا في مجالات اللي قبل كنا دائما يعني نجيب مستشارين من الخارج، فدخلنا مثلا في مجال التكنولوجيا والابتكار، وصرنا نشتغل مع يعني شركات كثيره اللي هو في مجالات مثل مثلا تثمين المعرفه، كيف ان احنا مثلا نساعد الشباب في عمان ان هم يروحوا من فكره معينه اللي ممكن تصير مثلا عندها ثمن عندها قيمه. نشتغل مع الشباب، نشتغل مع معاهد، مع جامعات، نعمل ربط بين الصناعه والاكاديميا، كيف ان الصناعه ممكن تساعد المجال الاكاديمي وممكن المجال الاكاديمي يساعد الصناعه، نعمل تقييم للمقترحات من ناحية تقنية للمستثمرين. فكان هذا المجال كنا كثير يعني نشتغل فيه وندرب، نجيب مثلا شباب طالعين من الجامعة أو مثلا حتى اللي مش جامعيين وندربهم في هذا المجال. نعمل كذلك على استشارات في الأعمال، مثلا استراتيجيات والخطط الخمسية، خطط تحسين شركات يعني مردود الشركات. وحاجة الأخيرة اللي هي القيمة المحلية المضافة. القيمة المحلية المضافة بالذات موضوع مهم جدا في عمان، وعمان تعتبر من الرواد في هالمجال. يعني زمان كنا نتكلم على اللي هو اللوكال كونتنت أو الـ يعني كان الحين القيمة المحلية المضافة أو الـ ICV in country value يعني تعتمد على إن مش كيف يعني نحن
الأموال التي تصرف تبقى داخل الدولة لتطوير الأعمال وتطوير الموارد البشرية كذلك وتحفيز الإنتاجية والاقتصاد العماني. يعني زمان كنا بس نشوف مثلاً أن إحنا نعطي نسبة معينة لشركات عمانية، الحين لا، يعني أكثر بكثير، نحن ندرب الشباب، نحفز الإنتاجية. فقيمة المحلية المضافة واحدة من البرامج التي ساعدت جداً جداً في تحفيز ريادة الأعمال في عمان، على أساس أنه تقريباً كل الشركات الكبيرة خصوصاً في البداية شركات النفط والغاز كانت عنها برامج أن هي تساعد شباب على ريادة الأعمال، على الابتكار. فكانت يعني الأمثلة اللي ساعدت جداً شركات كثيرة أنها تبدأ في عمان وأنها تتطور. وأماكن ومثال ثالث ممكن، يعني احنا قلت في الاول احنا كنا نشوف ايش المجالات اللي فيها احتكار لشركات اجنبيه. يعني عندي مثلا زملاء لي عملوا شركه يشوفوا في خدمات النفط والغاز ما هي العقود اللي هي عندها طبعا شبه احتكار كامل على الشركات العالميه، وفعلا بدوا يجيبوا التكنولوجيات عن طريق نقل التكنولوجيا، عن طريق تدريب يعني الشباب العماني، وصاروا ينافسوا فعلا ينافسوا الشركات الأجنبية مش فقط في عمان، حتى خارج عمان، يعني في الخليج، في ماليزيا، في أماكن كثيرة جدا. فهذه من الأمثلة، وهذول كثير يعني ساعدتهم الشركات الكبيرة في الأول في الانطلاق، أن أعطتهم فرصة وساعدتهم أنهم يثبتوا نفسهم. ما كان مثلا في شك في إمكانياتهم في الأول، إحنا كان يعني كان دائما في شك، نحن لا ما نقدر نسوي هذه الحاجات، هذه بتاع الشركات الكبيرة. وفعلا أثبتنا أنه إذا فيه إمكانية أن واحد يعطيك فرصة أن تثبت نفسك، ممكن جدا ان احنا ننافس الشركات العالميه. فيعني كتلخيص لثلاث نقط اريد يعني اريدها تفضل معاكم بعد هالكلام، انه فعلا ان احنا ممكن ننافس الشركات العالميه الكبيره اذا اعطينا الفرصه، وان احنا لازم ندرب طبعا الجيل الجديد واللي هو جاي يعني علشان يكمل يعني المشوار، وفي نفس الوقت مساندة الشركات الكبيرة مهمة جداً، وخبرة اللي موجودة من شركات النفط والغاز في الخليج بالذات، في خبرة كثيرة جداً ممكن تفيد بقية المجالات، وفعلاً يعني إحنا حاولنا نستخدمها، وهذا من ممكن من التوصيات إن إحنا نستخدم هذه الخبرة في مجالات أخرى، ونكثر من التعلم بين المجالات. جميل جميل، شكراً شكراً دكتور على المساهمة الجميلة. وطبعا يعني لا أثني على قولكم إلا بالتأكيد عليه، يعني قضية best practice، نشر هذه الأمثلة الجميلة ومشاركتها مع البقية، دعم الشباب، وجود خارطة طريق واضحة لهذا الموضوع، وبالتالي سيكون الإثراء متسع ليس في سلطنة عمان فقط، وإنما أيضا للدول الخليجية الجارة. جميل جدا. الآن ننتقل إلى المتحدث الثاني، وهو الأستاذ أحمد السلوم، رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مملكة البحرين. فليتفضل الأستاذ أحمد، تفضل دورك الآن لمدة 10 دقائق إن شاء الله تكون مثرية من طرفكم. تفضل أستاذ. شكراً أخ جعفر، وأشكركم أن يعني أعطيتونا اليوم الفرصة أن نعرض عليكم تجربتنا في قطاع ريادة الأعمال ودعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، وكذلك رواد الأعمال الجدد اللي احنا يعني نشتغل معاهم. طبعا أنا مؤسس ورئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذه الجمعية يعني تم إطلاقها في 2012 في مملكة البحرين. هل واضحة عندكم سلايد الأولي؟ والله اي واضح، سوله بس فول سكرين صار على اساس بس نتأكد. اوكي واضح الحين؟ اي واضح. فطبعا احنا اسسنا جمعية البحرين للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، وهي كانت نابعة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030، واللي هي كانت تعتمد على ثلاث يعني محاور أو أمور رئيسية، أنه يكون في عدالة وتنافسية واستدامة لقطاع المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة. فإحنا أكدنا هذا الدور، وأكدنا دعمنا حق الرؤية الاقتصادية ونمو وتنمية الاقتصاد البحريني والخليجي بشكل عام، لأن جميع رؤى
الاقتصادية لدول مجلس التعاون هي مربوطة مع بعضها البعض وفيها تكامل فيما بينها. فطبعا مثل ما قلت لكم تأسست في 2012 بس صار فيها انتخابات، وطبعا الرئيس الفخري حق الجمعية اللي هو رجل الأعمال فاروق المؤيد وأنا رئيس مجلس الإدارة. الجمعية طبعا عندها عدة يعني أهداف وفعاليات ممكن يتم يعني استعراض يعني بعضها، أن طبعا الجمعية نفسها هي كانت الهدف منها أن هي تخلق جو وتخلق تعاون ما بين مؤسسات متناهية الصغر والصغيرة، أن هي تخلق بدل أنهم يكونون مؤسسات تتنافس مع بعض تكون مؤسسات تتكامل مع بعض. وخصوصا وهذا الكلام كان قبل ما تصير جائحة الكورونا، الحين نحتاج هذا التكامل والاندماجات بشكل أكبر. فطبعا كان دور الجمعية أن تكون البحرين يعني مقر إقليمي وعالمي في مجال ريادة الأعمال، يكون عن طريق الجمعية توفير يعني معلومات شاملة وفي عندنا بيانات قوية مسخرينها احنا أن يكون في تبادل ما بين هذه المؤسسات البحرينية وحتى المؤسسات الخليجية. وهذا اللي راح نطلق لاحقا له في السلايدات القادمه احنا شلون كنا يعني اكدنا هذه النقطه. وطبعا احنا كدور اساسي في تاسيس الجمعيه هي كانت تتعامل مع اربع جهات في مملكه البحرين، وهذه الجهات بعضها حكوميه بعضها شبه حكوميه، والهدف منها ان احنا نخلق ايكو سيستم ما بين هذه الجهات اللي هي تدعم هذه القطاعات والمؤسسات الصغيره ومتناهيه الصغر وما بين المستفيدين منها. طبعا من القطاعات هي وزارة التجارة والصناعة، غرفة التجارة وصناعة البحرين، مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، وكذلك صندوق العمل تمكين. طبعا هذه الجهات الأربع اللي احنا نتعامل معها وهي المختصة والمهتمة في تنمية هذا القطاع. طبعا الجمعية مثل ما قلت لكم هي هدفها توعوي تثقيفي، تتبنى الكثير من المبادرات والمشاريع وتخلق لهم الجو وتوجد لهم حتى المستثمرين أو المهتمين في هذه القطاعات. فطبعاً إحنا ننظم كثير من الندوات والمؤتمرات والاجتماعات على مدار السنة، هاي كان قبل جائحة الكورونا، وحتى في ظل وجود جائحة الكورونا لازم إحنا ننظم هذا الشيء، لأن إحنا مؤمنين أن دور الجمعية ودور المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة مثل اليوم اللي إحنا موجودين فيه يجب أن يكون في برامج توجيه تعطيهم الخطط المستقبلية اللي هم يعملون فيها، سواء في السابق كانوا عشان يبتدون مشاريعهم أو حاليا عشان تعطيهم الفكرة شلون هم يواصلون أعمالهم ويتعدون هذه المرحلة اللي احنا قاعدين نعاني منها والعالم كله يعاني منها، سواء أن يكون عندهم تكنولوجيا في أعمالهم التجارية أو يكون عندهم ابتكارات أو يكون بينهم اندماجات أو يكون في حلول كثيرة، وهذا اللي احنا الجمعية قاعدين نقدمه لهم. طبعا احنا عشان نأسس منظومة الجمعية أسسنا الجمعية في بدايتها أسسنا شيء اسمه مركز فاروق المؤيد لتنمية المؤسسات، وهاي الهدف منها كانوا احنا كنا نحتضن الشركات الناشئة والصغيرة اللي كانت متأثرة فهي دخلت السوق وما حصلت الفرصة اللي هي كانت تطمح لها فصادها مثل التعثرات، فاحنا نحتضنها في هذا المركز تحت مظلة الجمعية، نعيدها مرة ثانية ونعيد تكوينها ونعيد إدارتها بشكل آخر أنها تتماشى مع متطلبات السوق ورد نطلقها مرة ثانية. فطبعاً إحنا يوم بدينا هذا المركز بدينا بسعة 20 شركة، اليوم هو 80 شركة موجودة تحت هذا المظلة تحت هذا المركز، ومعظم هذه الشركات من إطلاقتنا في 2013 إلى اليوم تقريباً مروا علينا في حدود 270 شركة، وقدرنا نخرج منهم ونرجعهم في السوق مرة ثانية في حدود 180 شركة، ولا زالت بعض الشركات لا زالت محتضنة تحت مظلتنا لأن لحين ما حصلوا الفرصة إلا هم يحتاجونها. البند الثاني عندنا حاضنات ومسرعات الأعمال. طبعا حاضنات ومسرعات الأعمال هذه خطوة مهمة، وهذه إحنا نختص فيها فقط الباحثين عن العمل أو العاطلين أو اللي يبون يدخلون ريادة الأعمال، وعندنا أربع حاضنات تحت مظلة الجمعية في تخصصات مختلفة، في حاضنة طبية وفي حاضنة إعلام وفي حاضنة إدارية وفي حاضنة حق المحاسبين والمحامين اللي احنا نحتضنهم، وكل حاضنة مختصة وتقدم ورش عمل وتقدم تكييف، والإجمالي السعة للحاضنات كلهم مجتمعين مع بعض تقريبا 240 مؤسسة.
وأخيرا أسسنا مركز تدريب ريادة الأعمال، هو معهد متخصص. إحنا وجدنا في المرحلة الأولى لما كنا نأخذ الناس المتأثرين إن شفناهم هم يفتقرون لمعظم الأساسيات اللي هم تخليهم يواصلون في هذه الأسواق، فإحنا كنا نحتضنهم ونعطيهم الفكر ونعطيهم المعرفة أساس إنهم يواصلون عملهم. يوم جينا أسسنا الحاضنات هم كذلك، إحنا كنا نعطيهم هذه المعلومات، بس اكتشفنا إن كثير منهم يفتقر للمعلومات الأساسية أو البيسكس بيزنسز اللي هو يحتاجها قبل ما يكون محتضن. على أساس يعني إحنا نعتبر الحاضنات هي نفس الجامعة أو المعهد، فأنت تحتاج إنه يكون عندك تهيئ قبل ما أنت تكون موجود، يعني مثلا يكون عندك ثانوية عامة وإعدادي بس في قطاع ريادة الأعمال. لذلك جاءت فكرة مركز التدريب اللي هي تكون مكملة حق المجموعة كلها، واللي هو في 24 مادة اقتصادية ومالية وتجارية نقدمها بإجمالي 360 ساعة لمدة 5 شهور، فجميع المتخرجين بعدها من هذه البرامج يكونون يحتضنون في مسرعات وحاضنات الأعمال ويكملون مشوارهم الاقتصادي. طبعاً أنا ضيق الوقت أنا ما أقدر أتكلم بالتفصيل، بس أعطيكم نبذ عنها. طبعاً هذا نفس الكلام اللي أنا قلته والشرح اللي شرحته لكم، إن كل فئة من اللي مستهدف فيها وشون إحنا قاعدين نتعامل معه. طبعاً إحنا في الجمعية عندنا 275 عضوية، طبعاً إحنا العضويات تعتبر اللي هم مستفيدين من خدمات الجمعية سواء كانت في مركز فاروق أو في الحاضنات أو في المحل، لذلك العدد يكون متشابه. وعندنا أنشطة سنوية الجمعية دائما يعني كوميتد أو هي مهتمة أن هي تسويها. طبعا عندنا مؤتمر حاضنات ومسرعات الأعمال الخليجي نسويه كل سنة ولمدة من 3 سنوات سبقت 3 دفعات سويناهم. عندنا برنامج صناع القرار الاقتصادي هذه في مملكة البحرين وكذلك 3 سنوات سويناه. وعندنا تقريبا ورش العمل ومحاضرات تدريبية اللي هي بشكل أسبوعي موجودة. طبعا عندنا في الجمعيه واللي يقومون على خدمه الجماعه والاعضاء اللي موجودين تقريبا عندنا 20 موظف، 80% منهم اناث و 20% منهم ذكور. عندنا طبعا في الجمعيه خبرات بحرينيه تقريبا 80% وجنسيات اخرى نستفيد من معرفتهم ومن خبراتهم تقريبا يمثلون 20%. وهاي طبعا البريك داون حق جميع اللي موجود في الحاضنه نفس ما تكلمنا، العدد 275 شلون مقسم. عندنا في مركز ريادة الأعمال دائما يكون في 50 طالب، عندنا بوابة الخليج الطبية اللي هي تحتضن الأطباء الاستشاريين. نعم، وهنا نركز على. وعندنا بوابة البحرين فيها 75 شركة، ومركز فاروق مثل ما قلت لكم 80، وعندنا حاضنة بروسكاي وألواني 89 و99. أتمنى يعني أنا قدرت أشرح لكم فكرتنا وفكرة إن إحنا شلون ندعم رواد الأعمال ونحتضنهم ونواصل معاهم لين ما نطمئن إنهم وصلوا للطريق الصحيح. وأشكركم إن شاء الله على حسن الاستماع. جميل، شكرا أستاذ أحمد، وما شاء الله عليك التزمت الوقت ولك دقيقة بس ما شاء الله يعني ضبطت على الوقت. وأتوقع أن أمانة اللي ذكرت نحتاج إلى التركيز على الإيكو سيستم، يعني كثرة تنوع هذه الصناعات أو ريادة الأعمال أو الحاضنات تحتاج إلى نسيج جميل إن شاء الله متكامل، وهذا إن شاء الله نراه من خلال تجارب الآخرين سواء في البحرين في قطر في الكويت في السعودية في عمان. الآن ننتقل لداخلة بسيطة أستاذ جعفر، مداخلة بسيطة أستاذ، لذلك أنا سميت شركتي الاستثمار. مداخلة بسيطة، نشكرك أستاذ أحمد على يعني على شرحك النير اللي استفدنا منه، لذلك أنا سميت شركتي إيكوسيستم كونسلتنت to support the innovation entrepreneurial business technology ecosystem in the GCC and internationally. شكرا. جميل هذا فاصل اعلاني دكتوره. جميل. لا ما هو فاصل اعلاني، لان تجيب صاري اسم ecosystem بس انا بالعالم اسمي ecosystem. بالعكس مشكور على جهودي برامانته الله يحفظك. الآن مع الأستاذة أميرة البوسعيدي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مايند إكس آر من سلطنة عمان، فلتتفضل مشكورة. تفضل أختنا الكريمة أستاذة أميرة. أيوة. أستاذة أميرة البوسعيدي تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. بس رح أعمل شير سكرين. واضحة؟ أشوف؟ أي نعم، اللون البرتقالي صح؟ اللون البرتقالي. تمام. تفضل. ان شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أميرة البوسعيدي. اليوم إن شاء الله بركز في الموضوع على استخدام الواقع الافتراضي في الاستخدامات الطبية، بيكون التركيز على إدارة الألم. نبذة فقط سريعة تعريفية، هي طبعاً أنا اشتغلت في مجال تقنية المعلومات ما يقارب 13 سنة ما بين العمل في القطاع الحكومي وأخيراً في القطاع الخاص. الباك جراوند هي ماجستير وبكالوريوس في علوم الحاسب الآلي من خريجة جامعة سلطان قابوس كلية العلوم. كنت أعمل في وزارة النقل والاتصالات وتقنية الأعمال ولا زال أعمل، لكن حاليا متفرغة لإدارة الشركة. بدأت عملت في الوزارة على تأسيس المشاركة في تشغيل مركز ساس لمحاكاة الواقع لمدة 7 سنوات. عملت فيه على الإشراف على تخريج برنامج تدريبي في الواقع الافتراضي، برنامج مكثف استفاد منه تقريبا ما يزيد عن 600 شاب وشابة. عملنا على العمل على السعي على تطوير الواقع الافتراضي كمنظومة بحث وتطوير، يعني مشاريع للبحث العلمي والتطوير مع المؤسسات الأكاديمية. بعدها ركزت على تأسيس شركة يسر الحلول الذكية باسم مايند إكس آر. ركزنا فيها على تطوير مشاريع الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وايضا في نعمل في مجالات 360. ركزنا على قطاع الصحه ونعمل في قطاعات ثانيه مثل الثقافه وغيرها. قبل لا اتكلم عن المشروع، طبعا اليوم بنركز على منتج او منصه طورناها في الشركه، هي مختصه للطب، لكن قبل لا نتكلم عنها فقط هعطي تعريف سريع للواقع الافتراضي. حسب مؤسسه غارتنر، هو تقنيه حاسوبيه توفر بيئه ثلاثيه الابعاد تحيط بالمستخدم وتستجيب لأفعاله بطريقة طبيعية. طبعاً إذا اليوم جينا وسألنا إيش هو الواقع الافتراضي، مباشرة بنتخيل، المعظم بيتخيل نظارات الواقع الافتراضي. الشخص فقط محاط ببيئة ثلاثية الأبعاد يتفاعل معها وتستجيب لتفاعلاته حتى يشعر أنها هي فعلاً حقيقية واقعية. طبعاً لضيق الوقت ما بدخل في النبذة التاريخية، ولكن الواقع الافتراضي هو تقنية بدأت من فترة قديمة وانتهت بهذا الشكل. طبعا هناك أجهزة مختلفة وأدوات مختلفة للواقع الافتراضي. أكثر الاستخدام طبعا هي نظارات الواقع الافتراضي في الوقت الحالي. استخداماته في الطب ممكن تصنف عموما إلى 4 تصنيفات عامة: في التدريب، التأهيل، العمليات، وإدارة الألم. بما أن الوقت ضيق فبكتفي بعرض صورة كنموذج لكل واحد فيهم. طبعا هذا نموذج للتدريب، نموذج لاستخدامه في العمليات، والتأهيل مثلا عندنا اللي هم يصابوا بجلطات وشلل وغيره تستخدم هذه التقنيات لمساعدتهم. وإدارة الألم طبعا هو الموضوع اللي بنركز عليه اليوم. طبعا الألم تعريفه حسب International Association for the Study of Pain هو تجربة حسية وعاطفية غير سارة مرتبطة بتلف الأنسجة الفعلية أو المحتمل. معناته أن الشعور بالألم ممكن يكون بسبب تلف حقيقي في الأنسجة أو مجرد احتمال حصول تلف في الأنسجة. فممكن الإنسان يبدأ يحس بألم هو فعلياً ما فيه مسبب حقيقي للألم ما عدا المشاعر والعواطف والخيالات اللي عنده. لذلك دور الواقع الافتراضي هنا جاء مهم لتشتيت انتباه المريض ونقله من التجربة الواقعية اللي هو يعيش فيها إلى تجربة افتراضية حتى ما يعيش الألم بالعمق هذاك. بس حبيت أشير هنا أن هذه الصور الباكجراوند من هذه السلايدز هي عبارة عن سكرين شوتس من الألعاب اللي صممناها في الشركة لهذا الغرض. وطبعا فريق الشركة معي هم شباب عمانيين، وهذا الشيء أعتز فيه وأفتخر فيه. مشروعنا في الشركة هو عبارة عن منصة لألعاب الواقع الافتراضي، مجموعة ألعاب. هذه الألعاب تتميز بالمحتوى العربي، يعني الأصوات اللي فيها والكلام هو باللغة العربية. صممناها بالتعاون مع أطباء واختصاصيين في مجال صحة الطفل، سواء أخصائيين نفسيين أو أطباء أو الناس لهم علاقة حتى بمجال يعني علاج الطفل في مجالات مختلفة. الهدف هو مساعدة الطفل على الاسترخاء أثناء الإجراءات الطبية. لما نقول إجراءات طبية ممكن يكون أسنان، ممكن يكون إبر، أشياء منوعة. أهدافنا ممكن نختصرها في 3 نقاط رئيسية: أولاً تقليل القلق والتوتر والشعور بالألم لدى الطفل. الشيء الثاني هو تقليل احتياج لاستخدام التخدير الجزئي أو المهدئات للطفل. من تعاملنا مع المستشفيات لاحظنا أن في أطفال يتعرضوا للتخدير العام أو التخدير الجزئي بسبب تعرضهم بشكل مستمر للعلاجات أو غيرها، فصار عندهم موضوع القلق والتوتر شيء عالي، بيضطروا يعطوهم مهدئات في حال أصلاً طفل ما محتاج، هو فقط للسيطرة عليه.
زيادة كفاءة المؤسسة الصحية من خلال تقليل مدة إجراء العمليات وتقليل الجهد. طبعاً الهدف الأول والثاني مرتبط بالطفل، وهذا الهدف ينعكس على المؤسسة الصحية. عدد الممرضات أحياناً في بعض الإجراءات الطبية يكون عالي، المدة الزمنية تكون عالية، وهذا بسبب شعور الطفل بالقلق والتوتر فيأخذ فيه وقت أطول. استخدام الـ VR هو كان وسيلة لتقليل هذه التكلفة وبالتالي زيادة كفاءة المؤسسات. طبعاً شركة مايند إكس آر هي واحدة من الشركات اللي استثمر فيها الصندوق العماني للتكنولوجيا أومان تكنولوجي فند، وكانت مراحل تطوير المشروع اللي اشتغلنا عليه هو منصة مايند إكس آر كانت على مراحل. أولاً كانت الفكرة وطرحناها من خلال أول شيء دخلنا في برنامج مسرعات مع صندوق العماني للتكنولوجيا مسرع التكوين، اقترحنا الفكرة، بدينا نبحث فيها، نحاول نطورها، بعدين بدينا ندرس الفكرة ونستكشف حقيقة احتياج المستشفيات والعيادات والأشخاص لهذه التقنية. هنا تواصلنا مع مرضى، مع أطباء، مع ممرضين، حتى نعرف وين المشكلة وهل الـ VR فعلا هو الحل. قمنا بتجربة بسيطة مع المستشفى السلطاني مركز الأورام، بعد شوي راح أعرض صورة منها. قررنا أن فعلاً هذه التقنية مفيدة وهم يحتاجوها، فاستمرنا في التجارب والتطوير، أطلقنا النسخة الأولى ولا نزال مستمرين في التطوير وإضافة ألعاب جديدة والتسويق للمشروع. طبعاً أطلقنا النسخة الأولى في مؤتمر أرب هيلث في يناير 2020 في دبي، توها بداية كورونا كان. طبعاً هذه نماذج لاستخدام التجريب في المؤتمر من خلال الزوار. المستشفى السلطاني في البدايات كان هو شريك استراتيجي معنا من خلال المركز الوطني للأورام جناح الأطفال، كنا نجرب معاهم تقنية الواقع الافتراضي وهم قاموا بدراسة مكثفة. طبعا هذه الصورة صورناها من خلال عملنا معاهم في المستشفى السلطاني. كانت الفيدباك من الممرضات هو أن المدة قلت، وعدد الممرضات اللي يحتاجوها قل إلى نسبة تزيد عن النصف. حالياً تعاوننا مع مركز طب أسنان العائلة Family Dental Center اللي هي عيادة كيدي كير في مسقط لتطوير لعبة خاصة للأسنان، وهم حالياً يعتبروا أول مستخدم من عيادات الأسنان لمنصة Mind XR. اشتغلنا معهم في تطوير اللعبة بشكل يعني كبير. طبعاً جربوا اللعبة اللي سويناها مع الأطفال، لاحظنا أن طبعاً نحن جربناها مع أعمار مختلفة، فئات مختلفة. من أهم الملاحظات أن كان الطبيب ممكن هو يؤدي العمل بدون أي معوقات بسبب وجود النظارة على رأس الطفل. طبعاً هذه الصورة صورناها خلال تجريبهم للنظارة، والدكتورة كانت تشتغل. هذا طبعاً مريض كان جاي وعمره يمكن 4 سنوات. أيضا لاحظنا أنها ساعدت على تهدئتهم، حتى كانت الفيدباك التي جينا مثلا من الدكتورة أن كانت حاسة أن الطفل عنده قلق وتوتر لما جلس على كرسي الأسنان، فمباشرة حست بعد فترة أنه بدأ يسترخي ويهدأ. أيضا كانت أداة جذب، يعني هذا الطفل على سبيل المثال كان جاي ومعه هم كانوا ثلاثة، فكانوا 3 إخوان، فكان كل يعني بالدور واحد يخلص الثاني سيدا يجلس على الكرسي بدون ما حد يطلب منه، لأنه خلاص ارتبط أنه الحين دوري أنا بلعب، فارتبط موضوع اللعب بال. فقط للتذكير بقية دقيقة إذا أمكن على أساس نلتزم بالوقت. تفضلي. أولاً طبعاً يمكن يكون بديهي وسهل هو استخدام نظارات الواقع الافتراضي، لكن هذه النظارات في الأساس هي مصممة للترفيه والتسلية ووضعيات محددة، فإن تستخدمها للجانب الطبي في تحدي، خصوصاً أن في محدودية في استخدام الأيدي وغيره، حجم الكاميرا، حجم النظارة، وزنها، الموشن سيكنس، كيف ممكن أطور محتوى بدون موشن سيكنس اللي هي مشكلة كبيرة ومعروفة في الواقع الافتراضي، تصميم محتوى ممتع وأيضاً يساعد على الاسترخاء، نشر الوعي باستخدام الواقع الافتراضي في العيادات والمستشفيات، هي كلها كانت تحديات اشتغلنا على حلها، والحمد لله رب العالمين. يعني تقريباً جربنا مجموعة نظارات، تقريباً 4 نظارات لحد ما وصلنا للنظارة المناسبة، اضطرينا نغير في السيناريوهات في اللعبة وغيرها حتى نوصل للآلية المناسبة. واليوم المنصة هي عبارة عن تطبيق يكون عند الدكتور وليتحكم من خلالها في اللعبة، فكنا نحاول نراعي إن شيء يكون سهل الاستخدام، easy to use، حال المستخدم النهائي. هذا كان مختصر مفيد التطبيق. ممتاز، التزمتم ب10 دقائق،
عذرا على كي لا عادي نسوي تايمر بعد ما قضية الـ VR والـ AR والـ IoT وكل هذه الأمور المتعلقة بالأمور التقنية مهم جدا توظيفها بطريقة ذكية بحيث أنها تعطي قيمة مضافة سواء كان الـ User Experience أو كان حتى إلى الموظف نفسه أو العمل عليه. شكرا على هذا الإثراء الجميل. الآن أنا الأستاذ يزن الصافي من وهو مستشار تطوير الصناعة الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر. تفضل الأستاذ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الإكرام. حياك الله. أهلا وسهلا. أول شيء نحب نشكركم على هذه الدعوة، نشكر الدكتورة هنادي ما قصرت، وإحنا إن شاء الله راح نشارككم اليوم تجربتنا مع وادي تسمو الرقمي. ما أعرف إذا تقدرون تشوفون السكرين، راح بس أسوي فول سكرين. جميل واضح ممتاز. صوت واضح؟ إيه صوت واضح جميل. تفضل أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم طبعا أحب أتكلم بس تسوي اللارج حق سكرين، اللارج حق سكرين فول سكرين انا مسوي فول سكرين. دقيقه مره اخرى الان. اوكي ما قاعد يصير دقيقه، فلا احولها على السكرين الثانيه لحظات. الان الخاصيه ما زالت موجوده انك تشوف النكست سلايد، بس لحظه أو دقيقة يمكن الآن راح أسويها. الآن واضحة؟ يا أفضل. تفضل سعد. جميل. السلام عليكم ورحمة الله. بس اليوم راح أتكلم على وادي تسمو الرقمي. طبعاً وادي تسمو الرقمي يركز على الابتكار الرقمي في دولة قطر، وإلى علاقة طبعاً من ركائز عدة برنامج قطر الذكية، برنامج تسمو. فطبعا من نتكلم على تطور قطر، دائما في مخيلة الناس يفكرون بتطور الدوحة، وطبعا حبيت انه اروي تطور السكايلاين بالدوحة خلال ال 12-13 سنة الأخيرة اللي صارت في الدوحة. صارت تطور كثير من ناحية الانفراستراكشر، بس في نفس الوقت في كثير من الناس ما يعرفون في تطور رقمي في قطر. في وطبعا سبب هذا التطور الرقمي اللي موجود عندنا في قطر، عندنا مجموعه من الاستراتيجيات تركز على التحول الرقمي. واحده هاي الاستراتيجيات هي استراتيجيه تسمو قطر الذكيه اللي راح اتكلم عليها اليوم، واتكلم كيف بدينا نطبقها وبدت تصير حقيقه. فاذا ننظر قطر بالفترة الأخيرة، وهذا دراسة من فلتشر حاليا، من نتكلم على الديجيتال ايفولوشن هاي الكونسبت. فقطر من الدول المتقدمة من ناحية سرعة التحول الرقمي. فقبل ما نتكلم على وادي تسمو الرقمي، حبيت أعطيكم نبذة عن تسمو قطر الذكية. طبعا هدف تسمو قطر الذكية من البداية أنه حبينا نركز على المستفيدين الرئيسيين، الزائرين بالأخير، الناس اللي يعيشون في قطر، ناس نريد نركز عليهم بالناحية كيف التكنولوجيا تقدر تفيدهم، فكيف نقدر نحسن حياة المواطنين، كيف نقدر نفس الوقت نحفز التنوع الاقتصادي. لهذا السبب قررنا أن نركز على 5 قطاعات رئيسية من ناحية التحول الرقمي، وهو قطاع المواصلات، الخدمات اللوجستية، البيئة، الصحة، والرياضة. وكان عندنا أهداف محددة، طبعاً اشتغلنا مع كل منظمين القطاعات حتى نحدد هذه الأهداف. يعني مثلاً من ناحية المواصلات نتكلم على تخفيض 20% من الازدحام، من ناحية الخدمات اللوجستية ردنا نخفض تكاليف الاستيراد، البيئة، استهلاك الطاقة بدنا ننزلها 6%، من ناحية الصحة نخفض البدانة، طبعا مشكله في كل دول الخليج موجوده عندنا، التدخين 30%. ونفس الحاله من ناحيه الرياضه، حبينا انه كيف نقدر انه اول شيء انه تعرفون كاس العالم جاء القطر قريبا، لهذا السبب انه اداره الفعاليات بالنسبه لنا شيء جدا مهم وحبينا نطورها. فحتى نخلق هالمنظومه كان هدفنا انه كيف نقدر نستعمل هذه الاستراتيجية حتى نطور اقتصادنا، خصوصا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجزئية الابتكار شيء جدا مهم. لهذا السبب احنا نظرنا عليها من منظورين، انه اذا انت تريد تحاول تخلق اقتصاد جديد
أو مثل كلاستر في اقتصادك يجب أن تنظر على جزئية العرض والطلب. لهذا السبب من جزء ونتكلم على العرض نتكلم على كيف نقدر نشوف كيف نخلق use cases, smart use cases, وهي عبارة عن احتياجات لمجموعة من البرسونز اللي احنا عملنا لها analysis في قطر. هالبرسونز طبعا حوالي 7-9 برسونز من زائرين للناس عايشين في قطر, مواطنين مقيمين, شنو كيف التكنولوجيا تقدر تساعدهم. ونظرنا على كل قطاع وكيف نقدر نرتب هاليوز كيسز الموجودة حسب القطاعات ونعمل requirements شاملة وكاملة ونعطيهم حتى مجموعة من التكنولوجيا اللي احتمال تستعمل حتى تقدم الحلول لهذه الاحتياجات. فهي من ناحية العرض, فصار عندنا أكثر من 100 يوز كيسز موجودة في هذا المجال. من ناحية الطلب عندنا جزئيتين, احنا نريد يكون عندنا شركات قطرية وحتى نجذب شركات عالمية وشركات خارجية تجي وتأسس في قطر. هاي شيء جدا مهم بالنسبة لنا, لهذا السبب أسسنا وادي تسمر رقمي, هدفه أنه يجذب هالشركات العالمية اللي عندهم هالنوها خصوصا انتربرينورز, لأن نتكلم على يوز كيسز اللي تحتاج تحتاج إلى تكنولوجيا جديدة. فلهذا السبب الستارت ابس بالخليج وفي الوطن العربي نحاول انه ويترك ذم يعملون ست اب عندنا موجوده, في نفس الوقت انه كيف نقدر نطور المهارات المجتمع بحيث يقدرون يستعملون هذول السمارت يوز كيسز. لهذا السبب صار عندنا مجموعه كثيره من البرامج هدفها تطوير مهارات المجتمع القطري حتى يعرفون كيف يستعملون اخير صيحات التكنولوجيا. وفي نفس الوقت ردنا نعمل منصة مركزية, لأنه بالأخير كل هاليوز كيسز راح تورد مجموعة من المعلومات والديتا, والمعلومات والديتا راح تورد أصلاً راح توفر يوز كيسز بعد أكثر. لهذا السبب سوينا انفستمنت كبيرة حتى نعمل منصة تسمو المركزية. هدف المنصة حتى تساعد الانتربرينورز رائدين الأعمال حتى يأسسون أو يبنون بيزنسز تحاول توفر هالخدمات لهاي اليوز كيسز والنيدز. فمنتكلم على منصة, على المنصة الذكية اللي موجودة عندنا, نتكلم على انه فيها داتا سيرفيسز مبنية على مايكروسوفت ازورا, بها اوثنتيكيشن سيرفيسز, بها بيمنت سيرفيسز, منصة متكاملة بحيث بالاخير اذا انت انتربرينور وتريد تبني اي سمارت يوز كيسز تقدر تبدي بسرعة, تقدر طبعا عندك اكسس لكل الريسورسز اللي موجوده. فمثل ما تكلمت وادي تسمو الرقمي هدف تطوير وتنميه وتعزيز النظام البيئي في قطر. طبعا نامل انه نروج دوله قطر كمركز للابتكار لجذب الاستثمارات بالخارج ونوفر مجموعه كبيره من الخدمات طبعا للانتربرينورز اللي راح اتكلم عليها قريبا. طبعا حتى نعرف شنو الخدمات اللي نوفرها للانتربرينورز, الطريقة اللي عملناها انه قلنا خلينا ندرس رحلة المستثمر او رحلة الانتربرينور من ما يحاول يبدي ان يأسس شركة الى ان يسد الشركة, يا اما يريد يبيعها يا اما يغلقها, حتى نكون نعرف شنو الاحتياجات اللي موجودة. طبعا شيء جدا مهم هو جزئية الوعي. لهذا السبب اذا تروحون الى وادي تسمو الرقمي وموجود عندنا الويب سايت راح تشوفون عندنا كتالوج كبير بكل الأوبورتونيتيز اللي موجودة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. حتى نتكلم من ناحية اليوز كيسز اللي تكلمت عليها المية, ديسكريبشن إلها, جيرنيز للمستفيدين, حتى التكنولوجيات, وحتى مثلا مثال شنو السوليوشنز القريبة إلها. وفي طبعا حاطين مجموعه opportunities مكتوبه بصوره عامه حسب دراسات احنا عاملين. لهذا السبب جزئيه الوعي شيء جدا مهم, لانه في كثير من الاحيان تلقون انه الانتربرينورز اللي موجوده عندنا ما يعرفون وين يبدون. لهذا السبب احنا ركزنا انه يكون عندنا حتى ماركت انتليجنس مثلا, يصير عندهم داتا كامله على الايكو سيستم نفسه وشنو الاتجاهات العالميه. جزئية ثانية من ناحية التخطيط, كثير من الأحيان خصوصاً نتكلم على مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, كثير من الانتربرينورز ما يعرفون قوانين الدولة اللي موجودة وكيف أنه البزنس موديل اللي متخذيه احتمال يأثر على يعني القوانين الموجودة تأثر عليه. لهذا السبب لازم يغيره. لهذا السبب
قدمنا خدمات كثيرة مع كثير من الستيك هولدرز اللي موجودين. إحنا نشتغل مع أكثر من 5 إلى 6 جهات حكومية وغير حكومية حتى يوفرون هالخدمات للإنتربرينورز. ومن ناحية التأسيس إحنا معطيهم مجموعة كثيرة من الخدمات، وإذا يريدون يأسسون مع مثل فري زونز اللي عندنا مع وزارة التجارة والصناعة، أو مع عندنا QSTP اللي هو ساينس اند تكنولوجي بارك اللي موجوده عندنا، فمعطيهم اوبشنز كثيره حتى يشتغلون فيها. طبعا ما راح ادخل بالتفاصيل لانه للوقت، بس حبيت اراويكم استاذ يزن. تفضل عزيز. نعم. دقيقه واحده بعد لي دقيقه. صحيح. فهي مثال على الفرص الاستثماريه. من نتكلم عن الفرص الاستثماريه اللي موجوده عندنا، نتكلم على اكثر من 12 تكنولوجيا from emerging technology، فرص موجودة عندنا، وهذا الفرص الاستثمارية الدليل الاستثماري قاعد ننميه كل يوم، لأنه بالأخير إذا إحنا نبني اقتصاد جديد هي عبارة عن لازم نروي الطلب اللي موجود في السوق القطري. طبعا وأريد أحب أنهي طبعا هذا البرزنتيشن في جزئيه مهمه. احنا من نتكلم على الابتكار نتكلم على لازم منظومه متكامله. لهذا السبب احنا بدينا واسسنا مختبر للابتكار، فعندنا مختبر الابتكار وعندنا مركز حاضنات الاعمال الرقميه، لانه شفنا في اختلاف مختبر الابتكار. عندنا من نتكلم على emerging technology لازم نوفر للانتربرينورز مجموعه كثيره من الريسورسز حتى يقدرون يعملون تيستينج للايديا، يعملون فاليديشن للايديا، يشوف تشتغل لو لا. فهذا شيء جدا مهم. وبعد ما يوصلون مرحله التيستينج للايديا طبعا عندنا حاضنه حتى تساعدهم في تاسيس اعمالهم، وبعدين حتى يقدرون يستعملون المختبر الذكي يعملون تيستينج اكثر للاعمال الموجوده. طبعا شكرا جزيلا على اعرف الوقت خلص، فنشكركم على الاستماع، ونشكر دكتور هنادي مره اخرى. وشكرا جزيلا اخونا الاستاذ يزن على هذا العرض. يعني اقدر اسميه يعني كثيف، لكن وضعناه في كبسوله بسيطه وهو البرزنتيشن، لان ما شاء الله في معلومات جدا كثيره. وطبعا لازم نحط عين الاعتبار قضيه الفوكس وهو التخصص، وما شاء الله يبدو ان التجربه القطريه جدا ثريه في هذا الجانب، وهذا ما نحتاجه امانه. الان ننتقل للاستاذه المحاميه اريج حماده. أريج حمادة رئيسة مجموعة التحديات القانونية من دولة الكويت. تفضلي أستاذ. صوت أنا ميوت أستاذ، بس إذا تعملي أنا ميوت الصوت. أيوة. مساكم أيوة. الله بالخير. هلا أريج. يا هلا وغلا حبيبتي. يا هلا تشرفي. تشرفي يعني أشهر محامية خليجية. حبيبتي تسلمين بعد قلبي. تفضلي الميكروفون عندك. الله يسلمك، مشكورة. أول شيء أنت يعني صراحة قوات على الله يقويك على هذا التنظيم الأكثر من رائع. يعني ما شاء الله اللي يشوف هالتنظيم يقول فريق كبير من 100 شخص، بس أنا يعني جيت وشفت ما شاء الله تبارك الرحمن يعني عددهم قليل، فأنا يعني يعطيكم ألف ألف عافية على هذا التنظيم اللي قمتوا فيه وهذا الترتيب وتجمعنا. هذا كفاية يعني يساهم بتطوير هذا تطبيق ريادة الأعمال. قواك الله ويعطيك ألف ألف عافية. مشكورة عالية، مشكورة، تشرف فيك. وهو مو بالكم وإنما هو بالكيف، وإحنا متابعين. وهذا اللي أنا هذا الرسالة اللي بوصلها إن الله عليكم على أن عددكم قليل، لكن قدرتوا تنظمون وتجمعون كلنا هذا العدد الكبير. هذا ترى يعني مو شغل مو عادي، هذا شغل حكومة كاملة. احنا بيت واحد يا أريج، بيت واحد، وحياكم الله جميعا. حساكم على القوة، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. الميكروفون معاك يا الغالية. أسلمين. طبعا أنا في البداية أحب أعرفكم عن نفسي. معاكم المحامية أريج حمادة من دولة الكويت، رئيسة مجموعة التحديات القانونية. خبرتي 21 سنة في مجال القانون التجاري. كنت محامية الأهلي المتحد سابقاً مدة 13 سنة، وبعدها انتقلت لمهنة المحاماة. مؤخراً أسس مكتبي، وأنا أيضاً رئيسة تحرير مجلة التحديات القانونية وهي مختصة في مجال القانون والتجارة، ونائب رئيس لجنة الاستثمارات الدولية بمنظمة المحامين التجاريين لقارة آسيا مقرها اليابان، وأيضاً مصنفة دولياً كمحامية بارزة لعام 2020-21 من شركة يورو ماني، وحائزة على
وسام الشرف من المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة كشخصية نسائية ملهمة. قبل لا أبتدي وأدخل في موضوع طبعاً محوري راح يكون عن العلامات التجارية وأفضل التطبيقات لها للنهوض في قطاع ريادة الأعمال. قبل لا أبتدي فيها طبعاً طبيعتي أنا وشخصيتي أحب أتكلم ارتجالي، يعني إذا حطيت لي الكلمة أقعد أتأتأ، فعشان كذي سامحوني إني أنا ما جهزت الباوربوينت. قبل لا أدخل بتكلم بطرح لكم قضية دولية خاصة في العلامات التجارية تعد سابقة في هذا المجال. كلنا نعرف ماركة كريستيان لوبيتون. كريستيان لوبيتون تميزوا بسبب اللون الأحمر اللي حطوه وانتم كرامة تحت الحذاء نفسه، هذا سبب له ميزة على المستوى الدولي، أعطاه ميزة جمالية أو وظيفة جمالية. طبعاً تعاركوا مع العديد من الماركات من ضمنها ماركة سالوران، ودخل بمعارك قانونية لأن الكل أصبح يقلد هذه الميزة بحجة أن هذا مجرد لون، يعني واللون ليس محتكر ولا يدخل من ضمن العلامة التجارية. دخل بمعارك، كل القضايا خسرها إلا قضية واحدة مؤخراً وهي سابقة قضائية على المستوى الدولي في مجال السلع الفاخرة والمنتجات الفاخرة. ليش كسبها؟ شلون كسبها؟ اعتبروا أن اللون الأحمر هو جزء أساسي من الوظيفة الجمالية لهذه العلامة التجارية، فاعتبره جزء من العلامة التجارية وعلى أساسه كسبها، وحالياً حقق يسعى إلى حصول على التعويض المالي. كذلك عندنا ماركة لاكوست. ماركة لاكوست تفاجأوا بوجود محل تجاري في هولندا يبيعون تيشيرتات عليها التمساح، صورة التمساح، تيشيرتات للأطفال. لما رفعوا القضية خسروها أول درجة بحجة أن هذه التمساح هو يعني مو من حقكم إنكم تحتكرونه كعلامة تجارية. نعم؟ مو حصري، وهي وهذا حيوان أي أحد من حقه إنه يستخدمه. شنو سووا في الاستئناف؟ راحوا اتفقوا مع شركة لعمل دراسات تجارية واقتصادية وقالوا لهم نبيكم تسووا لنا استبيان، يعني إحنا نبي استبيان يؤكد أن هناك تضليل. فراحوا للمدارس وعرضوا على الأطفال التيشيرت اللي تشتغل فيها شركة في هولندا، فقالوا لهم شنو هذا؟ هذا التيشيرت من وين؟ على طول الأطفال كلهم كانوا يقولون لاكوست لاكوست لاكوست. فإذا إحنا هني دخلنا بمرحلة التضليل، وبناء عليه كسبوا القضية في الاستئناف وحصلوا على تعويض 30 مليون يورو. هذه طبعا مختصر أنا حبيت أدخل عشان نبين شنو أهمية العلامة التجارية. العلامة التجارية هي شيء أساسي بالمشروع وفي ريادة الأعمال. إذا حمينا العلامة التجارية يعني حمينا المشروع التجاري، حمينا أرباحها. فلذلك نشوف إحنا في الدول ثانية تلاقي التعويض الأرباح بالملايين. ليش؟ لأنه هو جزء أساسي من اقتصاد الدول، العلامات التجارية. لما أنت تحمي العلامة التجارية لأي مشروع تجاري مهما كان، إذا أنت تساعد في نموه وبالتالي زيادة أرباحها، وزيادة أرباحها يعني زيادة المشاريع وزيادة دخل النمو والأفراد، وبالتالي تعطي المجال لباقي الشركات أنهم يتميزون بعلامات تجارية مختلفة بدل من التقليد، لأن كثرة التقليد ويعني استباحة التقليد يعني تقليل الأرباح، وبالتالي هذا يأثر على اقتصاد كل دولة. نيجي حق دول الخليج. طبعاً دول الخليج تسعى اليوم إلى توحيد قوانينها الاقتصادية، وهذه تعتبر خطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق النجاح في المنظومة الخليجية اللي هي تعتبر الأغنى في العالم. أي تجمع دولي ناجح تجمعها قوانين تجارية وموحدة عشان تكفل الحماية لكافة الأطراف، مثل ما صار عندنا في الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي عندهم مجموعة من القوانين الموحدة، وهذه يعني تعتبر دعم قوي للتحرك الاقتصادي من عدة نواحي عندنا بالخليج، أهمها
جذب الاستثمارات الأجنبية. فلذلك التحرك التشريعي الخليجي ضروري جدا. من أهمها طبعا اليوم تم توحيد قانون العلامات التجارية الخليجي، وهذا طبعا من الأمور اللي تساهم بدعم الاقتصاد الخليجي. ولكن حتى يتم تطبيق هذا القانون ونعزز نجاحه، هناك الكثير من الأمور لابد من ناحية عملية لازم نلتمس لها، ويجب حتى يتم تطبيقها. أهمها أول شيء، أنا الحين بتكلم عن القوانين، عن القانون الخليجي الموحد. حتى يتم تطبيقه بشكل صحيح لابد من تحديد من هي المحكمة المختصة. هل هي المحكمة في حال تم التعدي على العلامة التجارية، من هي المحكمة المختصة؟ هل هي المحكمة اللي هو في البلد اللي سبق تسجيلها، أم الدولة الأخرى؟ مهم جدا تحديد المحكمة المختصة حتى لا يكون هناك تعارض في إصدار الأحكام. الشغلة الثانية، تسجيل العلامة التجارية حتى يتم تطبيق هذا القانون على أفضل وجه، يجب أن يتم توحيد التسجيل. بمعنى إذا تم تسجيله في الكويت تلقائيا لازم يتسجل في كل دول الخليج. هذه طبعا من التوصيات ومن النقاط الأساسية أو الثغرات اللي موجودة في القانون، وحتى يتم تطبيق القانون على أفضل وجه من الأفضل توحيد التسجيل، من الأفضل تحديد نطاق العلامة التجارية وتسجيلها. احنا اليوم عندنا تسجيل نطاقتنا سجلنا هني بالكويت، وتم إلغاء القوانين العلامات التجارية في كل دول. احنا عندنا بالكويت تم إلغاءه لأنه أصبح عندنا قانون واحد هو قانون العلامات التجارية الخليجي. طيب لما يتسجل عندنا بالكويت هذه العلامة التجارية، هل هي تعتبر محمية في الدول الأخرى، بالبحرين، بقطر، بالإمارات، بالسعودية، أم يحق لأي شركة في البحرين أنها تقوم بتسجل، ويحق لأي شركة تقوم تسجل؟ هذا مو محدد بالقانون. ولذلك من توصياتنا ومن ليتم تطبيق القانون على أفضل وجه ويتم تطبيقه حتى في ريادة الأعمال، يجب تحديد نطاق تسجيل العلامة التجارية. حتى أيضا تسجيل وليس على المستوى الدولي، يعني إحنا اليوم الهدف من توحيد القانون التوحيد العلامة التجارية هو توحيد الحماية القانونية لهذه العلامة، لذلك لابد من تحديد نطاقها. في عندنا نقطة ثانية جدا مهمة يجب أن يتم الالتفات لها حتى يتم تطبيق هذا القانون بأفضل وجه، وهو بالنسبة إلى اليوم العلامات التجارية يتم تسجيلها في الدومين في المواقع الإلكترونية، ولذلك يجب أن يكون هناك ربط ما بين تسجيل العلامة التجارية وتسجيل الدومين نفسه حتى لا يكون هناك اعتداء عليها. هذه طبعا بالنسبة لي من أهم الأمور اللي يجب أن يتم تحديدها. تحديد أيضا تسجيل الرسوم، اليوم إحنا حسب قانون العلامة التجارية الخليجي الموحد لازلنا نسجل رسوم، ندفع رسوم بالكويت، ندفع رسوم بالبحرين، ندفع رسوم في قطر، ندفع رسوم في كل دولة خليجية. بعكس الاتحاد الأوروبي لما وحد القانونهم الرسوم وحدة وفي جهة واحدة، مجرد ما يتسجل خلاص تكون متسجلة في هذه الدول جميعا. هذه طبعا العنوان الإلكتروني أيضا عنصر من أهم العناصر الأساسية للمشروع التجاري، ويجب حمايته من أي اعتداء. حال العلامة التجارية يعتبر جزء منها، فلذلك يعد تسجيل العنوان الإلكتروني جدا مهم لحمايته من الاعتداء عليه. طبعاً مثل ما قلت يجب أن يكون في القانون إلزامية لربط تسجيل العلامة التجارية واسم الدوين. نعم أخ جعفر تكلمني؟ إيه بس فاصل على أنا أقول بقية دقيقة واحدة على أساس نلتزم. أنا إيه لا أنا بالنسبة لي انتهيت. هذه بالنسبة لي آخر نقطة طبعاً هي إضافة سوء النية. يجب أن يكون إضافة مادة، إحنا عندنا موجودة مادة أنه لازم يكون حسن النية، لكن حتى يتم تطبيقها على أفضل وجه تحديد حالات سوء النية على الأقل على سبيل المثال
حتى يكون واضح للقضاء. يعطيكم ألف عافية وأسفة على الإطالة. شكرا. لا بالعكس، انت التزمتين بالوقت، يعني كل المتداخلين وكل اصحاب الاوراق ما شاء الله عليكم فت، يعني تو ذا بوينت، يعني بالدقيقه بالثانيه. امانه يعني اللي ذكرتونا استاذ ريج في محله، وهذا كان مؤمل من سنوات طويله ان يكون عندنا مثل ما يقول صندوق مشترك يعني للتسجيل الموحد، وخصوصا احنا دول يعني متقاربه، وهو على مستوى الوايب، وهو على سبيل المثال ايضا هناك في مشكله في قضيه التسجيل الموحد، فعلى أقلها من باب أولى نحن كدول خليجية يكون عندنا هذا التسجيل. بالعكس هذا بيسر أمور كثيرة من ناحية التسجيل، من ناحية البروسيس، من نواحي أخرى، وخصوصا ما ذكرت يا قضية الربط أيضا اللي هو علاقة أيضا بما ذكر الأخ إليزن في مسألة الدومين. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم، شكرا. شكرا تسلم. الآن أتوقع إذا في مداخلات أخرى صحيح دكتورة هنادي؟ نعم إذا في مداخلات، لأن الآن الكل قدم أوراقه، أتوقع في كم دقيقة إذا أحد عنده مداخلة أو عنده إشارة معينة من الأخوان الأخوات المشاركين في هذه الجلسة حاليا. نتمنى من المتحدثين اللي قدموا أوراق عملهم، نشكركم جميعا على تقديمكم المميز لهذا المحور، وهو أفضل التطبيقات العملية لمنظومة ريادة الأعمال. أي من المتحدثين، فقط المتحدثين، يقدم لنا أي توصيات أو نظرة مستقبلية نأخذها بعين الاعتبار حتى نضمنها من التوصيات النهائية، ومن رفع لنا التوصيات ستأخذ بعين الاعتبار بإذن الله. في أي أحد من المتحدثين الخمسة يبي تفضل استاذه دام فضلك، تسلمين. انا مجهزه التوصيات، ارسلها لكم وين؟ هني بالهذا ولا شلون؟ حبيبه قلبي، ترسلي لي اياها على الايميل او على الواتساب، وان شاء الله ناخذها من التوصيات النهائيه. في اي من المتحدثين عشان نقدم استاذ احمد المرشودي للتراك اللي بعده، تقدر تقدمه استاذ جعفر. إذا ما في أي مداخلة أو إضافة ثانية، أشكركم شكرا جزيلا على جميع الأوراق، يعني يبدو أن بالفعل مجروب عليها ومركزة. الشكر للجميع، الأستاذ أريج حمادة، الأستاذ يزن الصافي، الأستاذ أمير البسعيدي، والأستاذ أحمد السلوم، والدكتورة سهام بنت واتي، على جميل الإسراء أمانة في هذه الجلسة التي قدمتم فيها قيمة مضافة. أشكركم جزيلا.